نظم برنامج مساعدة حقوق الأطفال والنساء في جاد طاولة مستديرة بالتعاون مع بعض جمعيات المجتمع المدني، ويهدف القائمون من أمر الطاولة إلى دراسة ومناقشة حقوق الأطفال والنساء. محمود موسى الفي. تجيء هذه الطاولة المستديرة التي نظمت من قبل برنامج مساعدة حقوق الأطفال والنساء في جاد باديف بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدني وشركاء التنمية، وتهدف الطاولة إلى دراسة ومناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بحقوق الأطفال والنساء، خاصة العنف الممارس ضد أولئك الأشخاص. هذا وقد ناقش المجتمعون في هذه الجلسة نقاطا عدة، أبرزها تربية وتعليم الفتيات وحماية القاصرات والدفاع عن حقوقهن، بالإضافة إلى دراسة أحوال السجناء في مختلف السجون للتعرف على كافة الخدمات التي تقدم لهم كالصحية والغذائية. لما اليوم ده يتابعون على بديف تابعون لكن دورون شوفوا كيف يا ناس دول جاي صور في دنجاي هاوين دول ما يلات دول مثلا يجي ده دورون سلي بوبيلاسيون تجاه وعليه سيخلص المشاركون بإعداد وثيقة يتم من خلالها تحديد المهام لجميع المعنيين بأمر السجناء في مختلف السجون بالبلاد. ونشير إلى أنه قد شارك في هذه الطاولة بعض من ممثلي الجمعيات المدنية المدافعة عن حقوق الإنسان وممثلي وزارتي العدل والمرأة الأسرة والتضامن الوطني. قام المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء محمد آدم إسماعيل برفقة مدعي الجمهورية بعملية تستهدف المخالفين في استخدام الكهرباء بطريقة عشوائية. المرة هذه استهدفت العملية حارة كركنجي بالدائرة الخامسة. عبد الله هارون. تتواصل عمليات الضبط على المخالفين والمتلاعبين بالشركة الوطنية في حملة حمل البحث عن المخالفين في استخدام الكهرباء، والتي يقوم البعض بتوصيلات عشوائية مما يسبب إتلافا وإهدارا لقدرات الشركة. ففي هذه المرة قام المسؤولين بالتفتيش بالدائرة الخامسة وبالتحديد في حارة كركنجية، حيث قاد الفريق الفني للبحث الذي كان على رأسه المدير العام للشركة الوطنية ومدعي الجمهورية للكشف عن التوصيلات الغير مرخصة والمخالفة للقوانين. وعلى حسب ما جاء في تصريحات المدير العام النائب للشركة الوطنية للكهرباء، فإن الإجراءات مستمرة حتى النهاية. نيتنا ده ما بوقفنا في يوم واحد ولا في يومين، والشيء ده يكون متواصل، والناس انا السكرتير والبروجرام كله جاي يشجعونا في العمل، لانه انت الان كان قاعد تسيء عملك وورا ما في نتيجه، ده ما بكون، لكن الفتره الهسه ده في نتيجه. مدعي الجمهوريه قال اثناء الحمله الميدانيه بان هذه الحاله تعد مخالفه قانونيه ويعاقب عليه مرتكبيها وفق القانون المعمول به. الجماعه الحصه قموا بالعمليات الموسف ده كلهم، انا عزمت الشرطه يفتشوهم يقربوهم ونقدمهم قدام المحكمه ونعاقبهم حسب القانون المحلي. تجدر الاشاره الى ان هذه الحمله تتواصل لتشمل كافه حارات العاصمه انجمينه وضواحيها. اليكم قراءه هذا القرار من قبل المجلس الاعلى للشؤون والمجلس الاعلى للاتصال تحت رقم 003. إن المجلس الأعلى للاتصال يخبر الرأيين الوطني والدولي بأنه تم تعليق بث إذاعة النهضة بمدينة موندو الأسباب عدم احترامها للقرار المتعلق بوفاة الشيخ دكتور حسين حسن أبكر، والذي يشير إلى أن هناك حداد وطني ابتداء من الثلاثاء 16 من يناير إلى 19 من يناير 2018، وعليه فإن الإذاعة لم تلتزم بما جاء في هذا القرار، وعليه فإن المجلس الأعلى للاتصال يطبق فيها كل المواد المتعلقة بمخالفة القرارات والنظم المعمول بها في الدولة. إليكم أيضا بعض البرقيات التعدي التي ورد إلينا والتي تعبر عن تعدي هذه الشخصيات، تعديهم لرئيس الجمهورية إدريس بيت نو ولأسرة الفقيد الشيخ حسين حسن أبكر وللأمة التالية، وهم حاكم إقليم السلامات محمد لين الحاج يحيى، حاكم إقليم جيرا محمد علي حسب الله، حاكم إقليم بركو داود حماد بشير، عبد الله جميل الأمين العام لحركة الوطني إنقاذ بإقليم بركو، طاهر إبراهيم عبد الحليم عضو المكتب الإقليمي لحركة الوطني إنقاذ بوداي، مكتب الحركة الوطنية للإنقاذ بجمهورية مصر العربية الأمين العام عبد الله أبكر محمد، مكتب الحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة العربية السعودية الأمين العام إبراهيم محمد موسى،
مشيخه البشيشات المصريه وحمور الشيخ موسى عبد السلام علي مشيخه املا دوبا مدينه بوكرو الثلك برما ادريس ممثل قبيله عرب تنجر بان جمعنا خليل ادريس شجره الامين مكي رئيس جمعيه شباب ام التمام لاجل التوعيه والتعليم عبد الحق علي عيسى المدير العام لصحيفه النهضه شيخ قبيله بلاله اولاد علي علي ادم شيخ كانتون اولاد مالك محمد ادم عبد الله محمد بركه حسن شيخ الفلاته باقليم المضحى الشيخ الجوني الثليك رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه فرع مدينه ام حجر واعضاء المجلس الشيخ محمد طاهر عبد المجيد رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه فرع السونغا واعضاء المجلس الزاكي شلتوت القدم رئيس ممثلية الشيوخ التقليدية للحل السلمي وفض النزاعات بالعاصمة إنجمينا. كل هؤلاء يتقدمون بالتعازي لرئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو ولأسرة الفقيد حسين حسن أبكر وللأمة التالية بوفاة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر الذي وفاته المنية في 14 يناير الجاري. قامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسجيل اللاجئي جمهورية أفريقيا الوسطى المتواجدين بقرية بيكونغا التابعة لمقاطعة نيابندي بإقليم اللوغون الغربي. التقرير التالي لعباس بكر مصطفى وقراءة آدم حنفي فاضل. ظاهرة اللجوء والنزوح السكاني هما نتيجة للحروب أو النزاعات المسلحة، وهي ظاهرة عالمية، فإن دولة أفريقيا الوسطى هي إحدى الدول المتضررة بالحروب أو النزاعات المسلحة، لذا فإن سكانها يتدفقون إلى بلاد توماي خاصة في قرية بيكونينغا الواقعة في الشريط الحدودي بين تشاد وأفريقيا الوسطى بمحافظة نيابندي. رجال ونساء يبحثون عن مأوى لهم مما دفع بالسلطات العليا لدى البلاد بالتعاون مع المنظمات الأممية سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لأجل استيعاب اللاجئين كالنساء والأطفال الذين يسكنون تحت الأشجار مع وطأة الشتاء والبرد القارس. من ناحية اللاجئين أوضحوا بأنهم فروا إلى دولة تشاد بحثاً عن سلامتهم. ما جينا بمرارنا أخي، المرضي جابان هنا ساكت كما نقدر نجو. بعد جينا يعني الأمور دي الحرب طلع في مشاكل بعد السنتر أفريقيا يعني الحرب بيجي زيادة بين الشعبين بين الإرجي وسليكا. ده بس أننا هرمنا يعني جينا في ترابنا أنا تشاد هنا. مشاكل هنا بين مالدي ال هنين جو السليكا جو في بين مالده. على أسأل مال كودوس والمشاكل ده بس يعني الناس مرقلي جيني هنا. هي دور المساعدة دور مساعدة من الحكومة. فهناك إجراءات اتخذت من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من حيث كيفية تسجيلهم قبل الحصول على المخيمات. ففي محافظة بيبكم أيضا خاصة في مخيم ديبا 1 ومخيم ديبا 2 لهذين المخيمين هم على أفضل حال من باقي اللاجئين في المخيمات الأخرى، وذلك لأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قامت ببناء مدرسة لتعليم أطفال اللاجئين وبناء مركز صحي لتوفير العلاجات لهم.